مش ممكن، مستحيل. سليمان، مين اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ نرمين كلمتنا على تليفون المستشفى واكدت لي انها شافت الدكتور سليمان بعينيها وهو داخل عليها الاستقبال، وانا من ساعتها عمال اتصل بيكي على تليفون الفيلا ما حدش بيرد عليا. سليمان محبوس في القسم ولسه مستني ميعاد الجلسه بتاعته. جلسه ايه يا دكتوره؟ ده الناس هجمت على 3/4 الاقسام اللي في البلد وهربوا المساجين وحرقوها كمان. يا نهار اسود. طب ايه اللي وداه مستشفى الرحمه؟ وايه اللي ما خلاهوش يطلع على شقه السيده او يجي على هنا؟ ممكن يكون بالغباوه دي وتصور انه هناك ممكن اي دليل يساعده في القضيه. لا يا دكتوره، لا ما اعتقدش. نرمين قالت لي ان شافته ومعاه حاله مصابه وفتح غرفه العمليات. حلو قوي انه اتكعبل في اكتر حاجه ممكن تلبخه. كويس ان انت كمان ما قفلتش المستشفى يا مصطفى. ايوه يا شريف، بقول لك ايه، تذكرتي لسه معاك ولا وزعتها على واحده من المقاطيع بتوعك؟ عظيم جدا. اسمع بقى، انت تروح على مكتبك وتشوف اي اوراق تخص شغلنا وتجيبها معاك وتجيلي فورا على الفيلا. ايوه يا سيدي، خلاص هتنيل واعملها، مش وقت الكلام ده يا شريف. لما تيجي هبقول لك كل حاجه. المهم دلوقتي انك تنفذ اللي انا قلت لك عليه وتسيبني كمان عشان انا عندي حاجات كتير لازم اخلصها. يلا يلا، سلام. تذكرت يا دكتوره، هو سعادتك ناويه تسافري؟ امال يعني هستنى لغايه ما هو يعالج الحالات اللي هناك ويجي عشان يخلص عليا انا؟ بس يا دكتوره، انت هتبسبس لي يا مصطفى. انت ترجع المستشفى دلوقتي حالا وتجيب لي دفاتر الحسابات واي مستند يخص شغلنا من مكتبك ومكتبي ومكتب صفوت، وترجع لي في اسرع وقت. بس احنا كده هنبقى في وش المدفع، والدكتور سليمان لو ما عرفش يوصل لحضرتك هيفش غله فينا وممكن يفرمنا. مش هيلحق يا بني ادم. انت مش بتقول ان المستشفى غرقانه بالحالات اللي جايه من الجيزه ومن التحرير؟ على شوشتها. وانا بقى عارفه جوزي كويس، مش هيتحرك من هناك قبل ما يكمل رسالته الانسانيه العظيمه لحد اخر نفس. اكون انا عملت اتصالاتي وبلغت عنه اكبر راس في الداخليه. ما هو ما بقاش فيه داخليه يا دكتور، الداخليه خلاص بح بح بح. يعني قوات الشرطه اتسحبت من كل المواقع وسلمت البلد للجيش والحرس الجمهوري. يعني ايه انسحبت؟ انتوا ازاي تسيبوا البلد في محنه زي دي وتخطفوا من الوجود كده؟ انت بتحاسبني انا؟ انا اللي مرضيتش اسيب الاسم واروح واتحجج بالاوامر. اوامر؟ أوامر إيه دي اللي تقول البوليس ياخد موقف خاين وجبان زي ده؟ مين فيكم هيسامح نفسه دلوقتي وهو بيتفرج على البلد وهي بتخرب وبتنهار على الدماغ اللي فيها؟ يعني إحنا اللي خربناها؟ خلاص؟ البلد كانت جنة في كل القطاعات إلا الشرطة. إحنا اللي بدعنا الفساد والفقر والظلم والبلطجة. أكيد لأ، بس أنتوا اللي دافعتوا عنهم. خلاص يا دكتور، ما تزعلش نفسك. الداخلية خدت أكبر ألم في حياتها وكسرت رقبتها بغمضة عين. يا سلام، ودي حاجة يعني تفرحني يا خي؟ أنت شايف إن أنا شمتان فيكو؟ أنا قلبي على البلد وعلى الهجرة فيها، عيني على الشرخ المنيل اللي هيحصل بينكم وبين الناس وحلوها بقى. دكتور سليمان، الحمد لله على السلامة يا دكتور. أهلا يا رندا، إزيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. اتعرفتي منين إن أنا هنا؟ دي المستشفى كلها عرفت يا دكتور، وكلهم جايين ورايا على هنا. طيب هايل هايل، الوضع هنا متنيل ب60 نيله وانا محتاج معايا ايادي كتير. انا حاسس ان مصر كلها اتضربت بالنار. ده المهم يا دكتور. يعني ايه مش ده المهم؟ في ايه يا رندا؟ اتكلمي. في بنت اسمها ريم صاحبه الانسه شهد، كلمتني من ساعه كده على تليفون المستشفى وطلبت مني ان ابعت لها عربيه اسعاف على ميدان التحرير، وحلفتني ان ما اجيبش سيره لحد. انا بنتي في المظاهرات. في ايه يا رندا؟ ايه اللي حصل؟ معرفش يا دكتور، البنت ما قالتش اي حاجه غير كده، وانا اول ما عرفت ان حضرتك موجوده هنا في المستشفى بعت نوها مع العربيه عشان تجيبهم على هنا. اتمنى ما يكونوش زمايلك يا بنتي. اتمنى ده اكتر منك. انا اختي وجوزها في المظاهرات بقالهم يومين، واللي هيأذوا شهد هيأذوهم.
هيحرقوا قلبنا احنا الاثنين. مركز يا ستي، والله العظيم ثلاثة مركز. بس انت خلاصي مفيش وقت. هتخلي الورقتين دول معاك في شنطتك، وانا بقيت الورق هيكون معايا، واول ما ننزل جنيف لازم اعمل توكيل اداره لمصطفى عن الشركه والمستشفى. ما بلاش حكايه التوكيل دي، محدش ضامن. انا عارفه انا بعمل ايه كويس، خلينا في النقطه اللي تخصك اللي انا مش ضامنك فيها. نقطه ايه؟ الالماز يا شريف. انا مش هدخل باب المطار من قبل ما اعرف انت هتعديني بالالماز ده كله ازاي. تاني يا شاي تاني، ما انا مرسيك على الليله دي كلها وانت بنفسك. تأكيد مصطفى. هي نوسة مش هنا ولا ايه؟ مشيتها طبعا قبل ما انت تيجي. شركة، وكل واحد فينا ليه مصالح كتير قوي مع التاني، والحمد لله انا شخصيا وفيت بكل التزاماتي ناحيه الشراكه دي. قدمت لك كرسي ذهب في البرلمان بجره قلم وشويه شعارات فارغه، وحميتك من المصيبه اللي كنت هتلبسيها على ايد جوزك وحطيته مكانك في السجن. ايه يا دكتوره، كل ده ما يكفيكيش عشان توفي بالتزاماتك انت كمان؟ طب ممكن اخد فكرة عن طبيعة الالتزام اللي علي عشان اشوف اذا كنت هقدر انفذه ولا لا؟ لا هو حاجة بسيطة ومتواضعة جدا واقل من قدراتك. 30% من اجمالي التحويلات اللي طالعة على سويسرا دلوقتي. ايه؟ وحلال عليك الفكة اللي هتاخديها في ايدك. لا فعلا طلب متواضع قوي، بس اللي سعادتك مش واخد بالك منه ان كل الخدمات اللي عملتها للدكتوره كليتها القطه. يعني ايه؟ يعني الكرسي الذهب اللي سيادتك هديتني بيه بقى صفيح يا سياده النايب، لانك عارف ومتاكد ان الريس هيضحي بيه في اقرب وقت وهيعيد الانتخابات المضروبه عشان يسكت الهوجه اللي بتحصل دلوقتي، وجوزي هرب من الحبس وعين نفسه دلوقتي طبيب الثورة العظيمة اللي مسيبة ركب حضراتنا، ومش بعيد لو اتزنقتوا أكتر تحاولوا تلاقوا مخرج من الكارثة دي وتعينوه وزير صحة في التشكيل الجديد. أول مرة تحسبيها غلط يا دكتورة، أو يكوني متصورة إن جاي يطلب منك حسنة مقابل الخدمات اللي عملتها لك. فوق يا دكتورة، البلد اللي انت عايزه تخلعي منها لسه في ايدينا ومحدش هيقدر يسحبها منا، وحازم فوده اللي كلمتيه من شويه عشان يعديكي منها مش هيقدر يعمل اي اجراء الا باشاره صغيره من صباعي ده. مقدرناش يا بابا، مقدرناش ننقلها اي مكان، الميدان كان زحمه قوي، الناس كانت بتخوفنا من عربيات الاسعاف اللي بتدخل، بيقولوا انها بتقبض على المصابين وتسلمهم للحكومة. ديس الشوك بسرعة. حاضر يا دكتور. بسرعة. الحمد لله على السلامة يا بطة. الحمد لله دي شفتك. الحمد لله دي شفتك. انت كويسة؟ انت ليش؟ بنتك، بنتك الصغيرة. هي وأصحابها حاولوا معجزة اللي ما كانش ممكن حد يعملها أبدا. يا ريتك كنت موجود معانا، يا ريتك كنت موجود معانا يا دكتور. بطل انت كويسة؟ ما تخافيش يا موهوم انت. انا مش خايفة، انا فرحانة. فاكر زمان لما كنت بقول لك اني نفسي اروح لربنا شهيدة حق، الظاهر اني
أنا مبروكة زي ما كنت بتقولي. طمنيش تتعبي نفسك، خليكي بس معايا كده ومركزة معايا. خلاص خلاص يا دكتور، أنا عارفة اللي هيحصل. افرحلي عشان خاطري، افرحلي اضحك عشان خاطر بطل اضحك مرة واحدة بس. نفسي اشوف الضحكة، ضحكتك مرة واحدة، مرة واحدة زي زمان. بطل.